متابعة إخبارية جديدة نتابع من خلالها آخر أخبار وتطورات جائحة فيروس كورونا حول العالم ومتابعة جهود الدول في محاربة الفيروس وسط استمرار حملات التطعيم في مختلف أنحاء العالم وغيرها من المواضيع الأخرى. مشاهدينا، يشهد مركز الكويت للتطعيم إقبالا كبيرا على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 من الشرائح الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وتداعياته من الفئات العمرية من 18 عاما فما فوق. هذا وأكد أطباء ومختصون أن الجرعة التعزيزية توفر غطاء كبيرا من الحماية ضد السلالات والمتحورات الجديدة من الفيروس للأشخاص الأكثر اختطارا. ولمشاهدين النظرة السريعة على آخر إحصائيات حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات أكثر من 241 مليون إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي أكثر من 218 مليون حالة تعافي بنسبة 90%. أما مشاهدين حالات الوفيات فقد تجاوزت 4 مليون حالة وفاة بنسبة 2%. وباء كوفيد-19 يبدأ بالانحسار مع تراجع في عدد الإصابات والوفيات في العالم باستثناء دول أوروبا التي ما زالت تواجه موجة مدمرة من انتشار المرض. مدير منظمة الصحة العالمية قال في مؤتمر صحفي من جنيف إن عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها جراء الإصابة بالمرض تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا الأسبوع الماضي، مضيفا أنه لا تزال دول العالم النامي تعاني من عدم المساواة في اللقاحات. هذا وتراجعت الإصابات في الولايات المتحدة على نحو ملحوظ خلال الآونة الأخيرة بتسجيلها ما يقارب 90 ألف إصابة جديدة في اليوم، أي أقل ب40% مقارنة بأغسطس الماضي، وهو ما أدى أيضا إلى تراجع في الوفيات والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى. بدأت المملكة العربية السعودية اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظرا للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وعلى إثر ذلك أقيمت فجر اليوم في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة أول صلاة دون تباعد. وفي وقت سابق أزالت رئاسة الحرمين ملصقات التباعد، كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية. ولا نزال في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات. وأوضحت الوزارة أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة،
ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا ووفقا للإشراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة. تجاوزت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 1000 حالة في يوم واحد للمرة الأولى منذ انتشار الوباء في روسيا، إضافة إلى قفزة جديدة في أعداد الإصابات. أحصت السلطات 1000 حالة وفاة وأكثر من 33,000 إصابة جديدة. ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا التي تم منحها للأشخاص في إنجلترا إلى 3,100,000 جرعة خلال 4 أسابيع. هذا وقد أعلنت الصحة البريطانية أعلى ارتفاع في إصابات فيروس كورونا خلال 3 أشهر، حيث سجلت السلطات 43,423 إصابة جديدة بارتفاع بنسبة 24% عن الأسبوع الماضي. أعلنت السلطات الأسترالية رفع حظر السفر إلى الخارج اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل، في خطوة أثارتها ولاية نيو ساوث ويلز بإعلانها إنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه اعتبارا من الشهر القادم سنسمح للأستراليين والمقيمين الدائمين والمواطنين وعائلاتهم بمغادرة البلاد من أي مكان يعيشون فيه والعودة إليه، وعلى الرغم من أن المسافرين الذين تم تطعيمهم سيكونون قادرين على الوصول إلى نيو ساوث ويلز دون الحجر الصحي. وأشار موريسون إلى أن الوافدين سيخضعون لقيود الولايات الأخرى بسبب مستويات التطعيم في تلك الأماكن. قالت كوريا الجنوبية إنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على التجمعات الاجتماعية مع تأهب البلاد للتحول إلى التعايش مع كوفيد-19، وهي استراتيجية تهدف لزيادة معدلات التطعيم. وقال رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية إنه بدءا من غد الاثنين ستسمح الحكومة بتجمع ما يصل إلى 4 أشخاص لم يتلقوا التطعيم، وستخفف القيود على ساعات العمل في أماكن مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما. وفي منطقة سول سيسمح بتجمع ما يصل إلى 8 أشخاص بشرط أن تشمل المجموعة 4 ممن تلقوا جرعة التطعيم كاملة، في حين سيكون ممكنا تجمع ما يصل إلى 10 أشخاص في المناطق الأخرى. أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا أن بلاده ستبدأ بتلقيح الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً الأسبوع المقبل، كما ستقدم أيضاً جرعات معززات من اللقاح ضد بعض ذوات الاضطرابات المناعية. وأضاف الوزير أنه يمكن للأطفال تلقي جرعة واحدة من فايزر مع تأخير الجرعة الثانية، وذلك للسماح بإجراء المزيد من الدراسات حول الآثار الجانبية النادرة. يأتي هذا فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8 ملايين وأكثر من 500,000 حالة على مستوى القارة السمراء. فصل الشتاء يطرق أبواب العالم محملا بالعديد من الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا الموسمية والالتهابات التنفسية، بالإضافة إلى الرعب الذي يعيشه العالم المسمى بفيروس كورونا. وحتى نتمكن مشاهدينا من عبور هذا الفصل الثقيل، علينا التوجه إلى مراكز التطعيم، وذلك لتحصين أو نحصن أنفسنا من الأمراض. نسأل الله العافية للجميع. إلى اللقاء.